إذاعة صوت العرب من أمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. إعداد مجدي فكري. تقديم ياسر نصر. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هذا البرنامج يأتيكم برعاية حكيم عيون أفهم في العين وأفهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار وناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. نبي الله إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء الخمسة أولو العزم، ويعرف بأنه أبو الأنبياء، حيث كانت في ذريته النبوة والكتاب. وقد اتخذ الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام خليلا له، ولذلك عرف بإبراهيم الخليل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم. ونبي الله إبراهيم عليه السلام هو إبراهيم بن تارخ، وهو آزر ابن ناخور ابن ساروغ ابن أرغو ابن فالغ ابن غابر ابن شالح ابن قينان ابن أرفخ شذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام ونشأ في بابل بالعراق، وقيل في الأهواز، وذلك في زمن النمرود الحاكم المستبد، في بيئة وثنية شاع فيها ما يعبد من دون الله، فقسم كان يعبد الأصنام وقسم آخر كان يعبد الكواكب، وقيل إنهم كانوا جميعا يعبدون الكواكب، ولكنهم رمزوا لها بأصنام وتماثيل كانوا يتقربون إليها. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام حنيفا سمحا حليما منيبا سليم القلب، أي أن قلبه خال من الشرك بالله تعالى، وكان من أكمل الناس توحيدا ووفى ما عليه. ومن فضله أنه أول من يكسى من الخلق يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق الله العظيم. وقد كان إبراهيم عليه السلام أمة جامعة لخصال الخير كلها، يداوم على طاعة ربه، وأصبح رمزا من رموز التوحيد في عصره وفي كل العصور. بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. صدق الله العظيم. وقد اصطفى الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنبوة، فبعثه لهداية قومه وأمرهم بترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده لا شريك له،
وكان قومه يعبدون الأصنام، وكان أبوه آزر ممن يصنعونها. فبدأ إبراهيم الدعوة إلى عبادة الله بدعوة أبيه وتذكيره بأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، إلا أن أباه أصر على موقفه وطلب من إبراهيم أن يهجره، فاعتزله إبراهيم عليه السلام. ثم انتقل إبراهيم لدعوة قومه إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، فلم يستجيبوا له، ولما رأى منهم صدودا أقسم لهم أنه سيكيد أصنامهم. فلما خرجوا من القرية أخذ يكسر الأصنام كلها إلا كبيرها الذي تركه. فلما عاد القوم إلى قريتهم ورأوا أن أصنامهم قد تحطمت، ذهبوا إلى إبراهيم كي يسألوه عن ذلك، فقال لهم إن كبيرها هو من حطمها فاسألوه، وإنها لو كانت تعقل لاستطاعت حماية نفسها من الاعتداء. ولما لم يجدوا حجة قرروا أن يكيدوا له، وذلك بأن يلقوه في النار التي جمعوا لها حطبا عظيما ثم أشعلوها، ولشدة حرارتها وضعوا إبراهيم عليه السلام على منجنيق وقذفوه فيها، فقال عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر الله تبارك وتعالى النار بأن تكون بردا وسلاما عليه وأنجاه منها. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صدق الله العظيم. وقد هاجر إبراهيم إلى فلسطين وسكن قرب قرية أربع، وهي مدينة كنعانية في المكان الذي أنشأت فيه فيما بعد مدينة الخليل، وفيها الحرم الإبراهيمي الذي يعتقد أنه مدفون فيه. إلا أن هذه البلاد تعرضت للقحط والجوع، فارتحل عليه السلام وأهله إلى مصر. خرج إبراهيم عليه السلام من أرض الشام إلى مصر، ومعه زوجته سارة التي أهدته هاجر الجارية ليتزوجها، فحملت منه وأنجبت نبي الله إسماعيل عليه السلام. وأخذ إبراهيم هاجر وابنها وخرج بهم إلى الشام ثم إلى مكة المكرمة، وتركهم هناك ثم عاد من حيث جاء. ومرة أخرى عاد نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة بعدما كبر ابنه إسماعيل عليه السلام وصار شابا فتيا، وأمرهم الله تبارك وتعالى ببناء الكعبة المشرفة بعد أن بين الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل أساسات البيت الحرام التي كانت قد دفنت في الأرض منذ وقت طويل. وكان إسماعيل يجمع الحجارة ويأتي بها إلى أبيه الذي كان يرفع البناء. فلما ارتفع البناء وضع إبراهيم حجرا ووقف عليه، وقد ورث هذا المكان بمقام إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صدق الله العظيم. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء، إعداد مجدي فكري، تقديم ياسر نصر.